ولذلك حينما سئل الإمام علي كرم الله وجهه: أعرفت ربك بمحمد أم عرفت محمدا بربك؟ أنت عرفت مين بمين؟ قال: لو عرفت محمدا بربي ما احتجت إلى رسول، ما دام بيكلمني يقول لي محمد جاي لك أهو، طب أنا عايز رسول أعمل به إيه بقى؟ مفهوم الكلام ده؟ بيقولوا: أعرفت محمدا بربك أم عرفت ربك بمحمد؟ قال: والله لو عرفت محمد بربي، يعني كان ربي كلمني وقال انا بعت لك واحد اسمه محمد، يبقى ما دام بيكلمني طب هنا عايز ما احتجتش للرسول بقى، يبقى ما تنفعش ولا تنفع؟ يبقى ما عرف، يبقى ما ينفعش انك عرفت ربك بمين؟ بمحمد. طيب ولو عرفت محمدا بربي، لو عرفت ربي بمحمد، يبقى محمد اوثق عندي من ربي، ودي لا تنفع ولا دي ايه؟ قل: ولكن عرفت ربي بربي. ولكن عرفت ربي بربي، وجاء محمد فبلغني مراد ربي مني. الله.